كابتن عصام، كابتن عصام كلاتنبرج رفض انه يقعد معاك؟ ادي من ضمن الاكاذيب. اكاذيب، هو ده شرف ليه يقعد معايا؟ بس انا هقول لك القصه ايه. بس هقول لك القصه. كلاتنبرج قبل ما يجي مصر بيوم كلمني على الواتساب، حتى لما كلمني انا ما اعرفش ده مين، قلت له مين انت؟ فقال لي انا كلاتنبرج. قلت له اهلا وسهلا، وقال لي انا جاي مصر بكره. قلت له اهلا بيك وتنور مصر وهذا. قال لي انا عاوز اقعد معاك يوم الاحد، الحد اللي فات. تمام. قال لي عاوز اقعد معاك يوم الاحد ونقعد نتكلم سوا في تطوير التحكيم، ويمكن انا اقدر اضيف حاجه ولو صغيره وبتاع. قلت له اهلا وسهلا ونقعد وكل شيء، ما عنديش ادنى مشكله. ده اللي حصل. هو اللي طلب يقعد معايا مش انا اللي طلبت اقعد معاه. فين بقى القعده؟ وما قعدناش. ليه؟ حد قال له ما تقعدش معايا. حد قال له ما يقعدش معاك من الاتحاد؟ اه لا لا، من بره الاتحاد. من بره الاتحاد ما يقعدش. وانا معك. بصراحه يعني بشكره. بشكره ليه؟ بشكره احسن ما حصلتش القعده. ما كنتش عايزها ليه؟ عادي، بالعكس انا الراجل رحبت بيها كريم. طب ما انت بتقولي بشكره. العيب عنده هو. لا، العيب عنده هو. حضرتك بتقولي انا بشكر اللي ما خلانيش اقعد معاه. خلاص، بالعكس يعني، الحمد لله. انت مش عايز، ما كنتش عايز يعني توصل له معلومات عن التحكيم المصري، عن الاسماء الموجوده؟ بالعكس، ازاي؟ احنا محضرين له كل حاجه. بالذات خلي بالك انا راجل عسكري وراجل يعني بحب بلدي كتير قوي. فيعني واكتر واحد اساعد التحكيم المصري وانا بره اكتر من جوه.